شايفين الكرة في كل مكان، برحب بيكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من حلقات برنامج صالون الصحة والجمال. حلقة النهاردة هنتكلم في مشكلة من ضمن المشكلات اللي أنا بعتقد إنه لما بتكون موجودة في أسرة من الأسر مش بس بتأثر على الحالة النفسية والمزاجية للأسرة، ولكنها بتأثر على الحالة المزاجية والنفسية للطفل بشكل عام، مش بس كده والصحية. النهاردة هنتكلم عن الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق. دي مشكلة من ضمن المشكلات اللي أنا أعتقد إنه الموضوع مش بس هو جمالي، ولكن هو بيأثر على الطفل حتى في مرحلة الرضاعة بشكل كبير جدا، يحتاج في بعض الأحيان إلى التدخل العلاجي أو إلى تقنيات معينة أو طرق معينة حتى في أخذ الرضاعة للطفل. العملية دي لما بتتعمل مش بتحتاج فرد واحد، بتحتاج إلى فريق طبي كامل متكامل لإجراء هذه العملية، وهي من العمليات الطبية المركبة التي تحتاج إلى وجود فريق طبي متكامل على أعلى مستوى عشان توصل في النهاية لنسبة نجاح مرضية للطفل وللأسرة. في هذه الحلقة سنتحدث في هذا الموضوع، ولكن خلوني أرحب بضيفي القيمة والقامة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أحمد طه، أستاذ جراحة التجميل كلية الطب جامعة الأزهر القاهرة، عضو الجمعية جراحي التجميل العربية والأوروبية. دكتور أحمد برحب بيك. أهلا بيك. أهلا بيك منور. أهلا بيك دكتور خالد. النهارده نتكلم عن الشفة الأرنبية. نعم. وشق سقف الحلق. في البداية كده نتكلم عن إيه هي الشفة الأرنبية. بسم الله الرحمن الرحيم. الشفة الأرنبية يمكن سميت بالاسم ده لأنها الشفة التي تشبه الشفة اللي في الأرنب. نعم. معناها الشفة المشقوقة. مشقوقة دي ممكن تبقى مشقوقة من النص من ناحية واحدة أو من ناحيتين، فتبقى اسمها بايلاترال ويونيلاترال زي ما احنا عارفين. المهم أن الشفة الأرنبية النسبة بتاعتها للأسف هي من أعلى نسب العيوب أو التشوهات الخلقية على مستوى الطب. يعني بنقول هي نسبتها من 1 لـ2 في الـ1000 رفلي كده، لكل 1000 مولود بيبقى في 1 أو 2 منهم عنده شفة الأرنبية. لكن الوضع كمان مش كده وبس، هو الوضع أكتر من كده، إن هو زي ما حضرتك بدأت في الكلام إنه يؤثر على الوظيفة. الوظيفة معناها الـ 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 الأكل، الطفل إزاي هيرضع، إزاي هيرضع الأول خالص، إزاي خالص، وإزاي صحته هتتبني، وإزاي يبني جسمه في وجود حاجة مش طبيعية ومش وظيفية، إن هي ما بتقفلش الفم، لأن إحنا عارفين وظيفة الفم إغلاق، وظيفة الشفة إغلاق الفم أثناء الأكل أو أثناء الشرب. الطفل ده بيبقى عنده الشق اللي في النص ده، للأسف ما بيخليش الشفة تتقفل، فأنت كده عندك صمام الشفة مفقود، مفتوح، فما ينفعش يأكل ولا يشرب إلا لما الحاجات تخرج تاني. فيبقى إذن دي لازم تتقفل بسرعة وبأمان، وظيفيا كمان، يعني العضلات تتصلح كويس، الجلد، الأنسجة المخاطية، كله ده لازم يتقفل. محتاج تيم بقى كبير في الجزئية. ده الأول، ده بداية قفلتها. لكن بقى بعد كده في زي ما حضرتك قلت تتابع للعمليات دي، عمليات اللي هي التيم وورك اللي بيتعمل مع بعضه، اللي بيتعامل كله مع بعضه. طبعا لو عايزين نبدأ في الكلام كده، ولا في سؤال تاني؟ يعني خلينا يعني ايه هي اسباب الشفه؟ برافو، تمام. الاسباب الى الان كلها نظريات، يعني ما اقدرش اقول ان العيان ده هيجيله شفه أرنبيه فاخد، والا لو تواجد السبب وعرفته 100% يبقى اقدر امنعه. كويس. ده علميا. طيب ايه النظريات اللي موجوده فيه؟ نظريات جينيه ونظريات حكايه الجيناتيك. جيناتيك يعني متوارثه. متوارثه، والحمد لله ان هو الجين اللي بيعمل الشفه الأرنبيه او شق الحلق ريسيسيف، يعني هو مش دوميننت، يعني مش سائد. يعني مش لازم يظهر، يعني مش لازم الاب اللي عنده شفه أرنبيه او الام يبقى يخلفه طفل. لا مش لازم، يعني ممكن وممكن. طب نيجي للسبب الثاني اللي هو المشهور قوي، اللي هو الاسباب اللي هي بتحدث اثناء الحمل للام. زي التدخين، زي شرب الكحوليات، نقص الفيتامينات، وخاصة فيتامين فوليك أسيد، حمض الفوليك. عشان كده دايما بيديه للحوامل، عشان كده بنديه للحوامل وبجرعات كبيرة. كمان التعرض لأي أدوية غير معلومة بالنسبة للأم، بمعنى الأم الحامل المفروض بتتابع مع طبيب النساء والتوليد من أول يوم بتحمل فيه لغاية ما تضع مولودها بالسلامة.
ايه هي المتابعه؟ مش المتابعه انها تروح تشوف البيبي حلو وكويس تشوف الميه حواليه وبيتحرك ما بيتحركش تور برد. رفع خدت برد لازم تستاذن. احنا لما يجي لنا اي ام حامل او اي زوجه حامل على طول اي علاج بيتكتب لازم اكون متاكد 100% انه لا يسبب تشوهات خلقيه، ولو شاكك واحد في المليون لازم بتصل بطبيب النساء الخاص بيها، انا كتبت كذا هي عندها مشكله ده ينفع؟ يقول لي اه او لا او ياخد البديل بتاعه. اذا هي عمليه تقدر تمنع منها جزء، وفي جزء كبير جدا بيبقى محمل على الجين. فاذا هي عمليه لازم نحافظ على نفسنا الاول اثناء الحمل واثناء المتابعه دي، وبعد كده اللي هيجي ده هيبقى زي ما بيقولوا يعني حصل قدرا. كويس يعني هناخد الجزئيه الاخرى من عمليات التجميل او اصلاح التشوهات الخلقيه شفر الارنبيه، ولكن نروح لفاصل ونعود مره اخرى. تاني يوم مكملين معاكم موضوع حلقه النهارده، بنتكلم عن الشفه الارنبيه وشق سقف الحل مع الاستاذ الدكتور احمد طه. دكتور احمد، كنا بنتكلم قبل الفاصل ايه هي الاسباب اللي بتؤدي الى ممكن ان الطفل يولد بشفه ارنبيه. قلنا جزء خاص بالجيناتيك وجزء خاص بمرحله الولاده وجزء اخر من الممكن ان يكون غير معروفا لدى الطب كما يذكر الكثيرين. خلينا دلوقتي نتكلم عن انه في انواع كثيره من انواع الشفه الارنبيه، في انواع مرتبطه بوجود شق في سقف الحلق وفي انواع اخرى غير مرتبطه بوجود شق سقف الحلق، فعايزين نقسمهم كده. طيب. وناخد كل واحده على حده. بدايه التقسيمه لازم تبقى اكبر من كده. التقسيمه اللي هي سندرومك ونون سندرومك. كويس. يعني هي فيها واحده مع متلازمات. كويس. وواحده من غير متلازمات، يعني ايزوليتد، يعني ممكن تيجي شفه ارنبيه بدون اي حاجه ثانيه. الثاني بقى المتلازمه ده كتير جدا منهم اللي هو التشوهات الخلقيه اللي بتبقى في الوجه وفي اليد والكفين واليدين يعني. وممكن تبقى معاه في القدم وفي القلب وممكن حاجات في الدم وممكن حاجات زي الهيمنجيوما اللي هي التشوهات دي. فدي ليها اسماء. يعني ابرت سندروم، مش عارفه هتلاقي فاندروت سندروم، تريشر كولين سندروم. المهم دول كلها متلازمات كل متلازمة معاها اكتر من الشفه الارنبيه. كويس. طيب هل دول داخلين في موضوعنا؟ اه داخلين، بس بيبقى زي ما حضرتك قلت في الاول غالبا التخصصات الاخرى لازم تتدخل معنا من الاول، تشارك من البدايه. مش من البدايه. بتاع قلب، بتاع جراحه اطفال، دكتور النيورو سيرجري بتاع مخ واعصاب، كل دول شغالين معنا. تعال للايزوليتد اللي هو لوحده، وده الغالب. الحمد لله ان هو ده الغالب، لان ده الطفل بيبقى عادي جدا وبيعيش حياته عادي لو انت صلحت له كل المشاكل اللي عنده. الناحيه اللي هي الايزوليتد بتبقى الشفه زي ما احنا قلنا جانب واحد او جانبين. يعني الشفه دايما بنقسمها نصين، لو اتفتحت من هنا تبقى يونيلاترا، لو اتفتحت من هنا وهنا يبقى الناحيتين، يبقى كده مفتوحه اسمها الناحيتين. جات لوحدها ليها انواع كتيره جدا، ممكن تبقى الشق نفسه في العضلات اللي جوه ويبقى الجلد موجود وفي زي دمبل كده او حفره بسيطه. اما يجي العيان نقول له صفر او ضم بقك كده يلاقي العضله ما بتجيش للاخر. وده ليه اسم، يعني سب ميوكاس كليفت او بيسموه سبكوتينيوس كليفت. الحاله ده بسيط. في حاجات تانية بقى اسمها كامله وغير كامله، انكومبليت وكومبليت. يعني شفه نصها مفتوح مش كلها، وفي واحده كومبليت لغايه الانف جوه لحد الاخر. لغايه الاخر. في منها بقى مع البلد اللي هي اسمها ايه، الشق الحلق. في منها شق الحلق واحد واثنين وثلاثة. ايه واحد واثنين وثلاثة؟ يعني كل لما اخش لجوه يبقى اقول مثلا ده كامل ولا غير كامل، ناحية او ناحيتين. فده بيبقى فتحة الحلق، فتحة البق او فتحة الفم على الانف. يبقى انت كده شلت سقف الحلق او فتحت فيه فتحة كده، او الشرخ اللي موجود فيه ده او شق الحلقي. معناه ان الانف فتح على مين؟ على الفم. على الفم على طول. يبقى كده لا كلام يطلع كويس، لان في لازم فونيشن ده او مع الكلام لازم يكون كلام مغلق الفم. الحاجه الثانيه مع الاكل هياكله من هنا يطلع منين؟ من الانف. فيبقى هي دي المشكله الاساسيه، الكلام الاكل الاول والكلام والتغذيه. كويس. يبقى كده قسمنا انواعهم بالتقريب، يعني باختصار قلنا معظمهم كده تقريبا باختصار شويه. كويس. لو خدنا بدايه بقى حد عنده من الجنب واحد او من أو الجنبين، كيف نتعامل مع هذه الحاله؟ الاثنين تعاملهم واحد. كويس. بمعنى جنب واحد او اثنين لازم يتعمل بدري. يعني ايه يتعمل؟ يعني يتقفل. امتى يتقفل؟ امتى الغالب الكلمه الموحده كله؟ أيوه. يقول لك 4 شهور. كويس. 6 شهور. 4 شهور دلوقتي. كويس. 4 شهور. مدارس تانية 6 شهور. ايوه. 4 بنسميه اللي هو بدايه الـ 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 الامان.
طيب هل في ناس ممكن تعمل من اول اسبوع وتاني اسبوع؟ طبعا، وانا منهم. لو الامكانيات متاحه، ايه هي الامكانيات؟ ايوه، جراح ماهر رقم واحد، لانه هيشتغل في حاجه حته صغيره وشغلته، لانه هيشتغل ساعتها دي باللوب او بنسميه الميكروسكوب او حاجه مكبره عشان يشوف كل حاجه صغيره، لانه بيوصل العضلات صح، وبعد كده يوصل الغضاريف، وبعد كده يوصل الجلد، وبعد كده يعني هنا الخطيئة. مهاره الجراح، اثنين رقم واحد. او في نفس الصف مهاره التخدير، طبيب التخدير بتاع الكليفت ليب ده بيبقى طبيب مختص، لانه شغلته انه ينيم الطفل اللي عنده شق حلقي او شفه ارنبيه. ليه؟ لان برضو زي ما احنا قلنا اتنين مفتوحين على بعض. كده يا دكتور سبقتني بسؤال. فكره مين اللي اروح له عند اجراء هذه العمل؟ شوف، هو العالم مرتبها من بره، وانا يمكن مرتبها من جوه. يمكن من الناس، واكيد الناس عارفه ان هو يعني في حاجه اسمها كريدنشال كليفت سيرجن، يعني ده مصرح او يعني متخصص في جراحات الـ الوجه والفكين، ولكن يضيف عليهم الشفه الارنبيه وشق الحلقي، لان هي فعلا عمليه مهاريه جدا، وليها ما ينفعش واحد يجرب فيها، يعني لازم يكون ويل تريند. قاتله للمريض بالظبط. هو كمان للاسف بيخلي المريض يفقد فرصه انه يتصلح صح. هي دي دايما اللي اقولها لتلامذتي، لو ما تعرفش تعمل حاجه سيب غيرك يعملها، لان اول مره اسمها بنسميها احنا الفرصه الذهبيه. الفرصه دي بتيجي للجراح اول مره، بيطلع الشغل A1. بعد كده لو حد لخبط في حاجه الانسجه بتتغير، واحنا الجراح اللي بيشتغل بعد كده بيتعب وما بيجيبش النتيجه الاولانيه. نقول بقى مين هم المتخصصين. هي اصلا تابعه لتخصص جراحه التجميل، وكل العالم عارف كده. مش الجراحه العامه؟ لا، جراحه عامه بعيد عنها، هي مش هتدخل معانا، ده انا لسه هقول لك مين هي. جراحه تجميل. ايوه، وخلاص جراحه التجميل مفصوله تماما. جوه جراحه التجميل اللي اسمه جراح الشفه وشق الحلق. كويس. وده بيبقى معاه علم بتكوين الاسنان والفك العلوي والفك السفلي. ليه؟ لا، عشان هي عمليه مرتبطه، هي مرتبطه كله ببعض. هو ايوه، مش هتعمل الشفه وتسيب المريض، لا. انت بتتابع معاه وتعرف امتى العظم ينمو هنا وامتى تتدخل. ما هو انت لسه جوه هتشتغل في شق الحلق، ده عظم. وانسجه المخاطيه اللي من جوه دي اللي بنقفلها، مش هي كل حاجه احنا قفلناها اوكي، لكن بعد كده في ضعف في نمو الاسنان والفك العلوي، وبيبقى الضعف ده قد يكون مدمر، يعني بيخلي الطفل طبعا بالمتابعه مع طبيب الاسنان عشان لو هيعمل تقويم او مثلا ثلاث سنين مثلا او حاجه. تيجي بقى تشتغل مع مين؟ في برضه في تخصص الاسنان، مش كل الاسنان. ايوه، تخصص الاسنان اللي هم بتوع الاورال سيرجري دول. يس. وكمان فيهم كمان الماكسيلوفيشال او جراحه الفكين. دول والتقويم وتقويم الاسنان. دول كلنا كده كتله واحده مع بعض، يعني ده يسمع مع ده، يعني بعد ما بتخلص شغلك السوفت تيشو لازم بيتابع معاك الاسنان. بس هو الاسنان بيتاخر شويه، لان بيتاخر في الموعد، يعني احنا كل حاجه ليها ميعاد زي ما هنتكلم دلوقتي. ايوه. بعد كده كمان عندك التخاطب سايد تو سايد، يعني امتى يبدا التخاطب، الطفل يبدا يشتغل على التخاطب او يبدا يتكلم. امتى نلجا لطبيب الانف والاذن في حالات اللي هي احنا لسه هنقول هتقول مضاعفاتها ولا لسه؟ لا لسه شويه بس. أيوة، خلينا يعني انا بس عايز اروح في اتجاه واحد، فكره اختيار الطبيب، لانه يبقى احنا قلنا ايه؟ لازم يكون جراح تجميل. جراح تجميل ليه بقى؟ جراح تجميل ايوه، ومتخصص كمان في صح. بس ليه بالذات جراح تجميل؟ طب ما ممكن يتخصص واحد جراحه اطفال، وفيه لانه جراح التجميل اساسا بنيته الاساسيه على جراحه التكميل. ايوه، يعني يقدر مثلا التكميل. يجيب عضله من مكان ويحطها، يجيب مثلا حته بتاع جلد ترقيعي او جلد او اجسيه مقضيه يرقع، يقدر يبني اعاده بناء الانسجه. دي فكرته او ده شغله. عندك مثلا اي جراحات اخرى هتشتغل هتقف عند دي، لو حصل ديفكت. يعني ايه ديفكت؟ حصل نقص في حاجه ما عرفش يوصلها ببعض، هيوصلها بالعافيه. لا، هتفشل العمليه. جراح التجميل عنده اوبشن، زي ما قلنا هي فرصه ذهبيه. ايوه، اوبشن بقى انه يعمل حاجات تركيبات هندسيه في الجلد يقدر يقرب بيها الحاجه. ده باختصار، لكن هي ليها منظومه علميه كامله. فعشان كده اما اختار العالم بره، وحتى الجمعيات الكبيره اللي هي بتشتغل في جراحات الشفه الارنبيه بتشترط انه يكون جراح تجميل.
ده كل الجمعيات العالمية اللي هي شغالة في الكليفت ليب وبلد تشترط انه يكون جراح تجميل. اما دخلوا جراحة الوجه والفكين في الاسنان لازم ياخد الكورس الجراحة اصلا او ازاي يتعامل معاه تجميليا يعني كمان يعني عشان كمان يبدأ يشتغل. غير كده مفيش تخصصات تانية يعني انا فيش جراحة عامة مفيش حتى جراحة الاطفال لازم يكون جراحة تجميل اطفال اسمه كده جراح تجميل اطفال عشان يقدر يشتغل في مثل هذه او التشوهات الخلقيه في الوجه كلها جميعا. ما دي كلها مرتبطه ببعض. كويس. دي الجزئيه الاولانيه في فكره كيف يختار او يختار الاهل الطبيب الذي يساعدهم على حل هذه المشكله. اخترنا الطبيب. نيجي للخطوات او الاستعدادات اللي المفترض الاهل بيستعد ليها والطبيب الجراح بيستعد ليها قبل اجراء هذه العمليه. اول ما بيتولد الطفل الام بتتجه لجراح التجميل وده بدري. حتى لو هي من اول ما يتولد لان هو هيبدا يمشيها على نظام معين يحضر الطفل ده للعمليه لان لازم يقفل الديفكت او يقفل هذا المكان المفتوح. اول ما بيجي الطفل مولود حتى ساعات بيتبعت من الاطفال او من النيونيت اللي هم بتوع المبتسرين بنقول للطفل ده ازاي يتغذى، عمليه التغذيه تبدا ازاي. ده في بيبرونات دلوقتي يا دكتور احمد مخصصه لهذه، هي مش دلوقتي ده من زمان موجوده يعني ده اتطورت حاجات كتيره وفي منهم المهم ما بين ده وده انا لازم يكون معايا طبيب ايه اطفال كويس واطفال شاطر يعني اطفال نيونيت او اطفال بيدياتريك واتيفر ايه هو بس شاطر في التغذيه. ليه في التغذيه؟ لان الطفل ده مش هيتغذى طبيعي يعني مش اي حاجه هتديها له او مش هيعرف كمان يرضع عشان الهواء اللي هيطلع من فتحة طريقة الشف. حتى في الرضاعة هي فليها طريقة للرضاعة وطريقة ازاي تجمع اللبن الام وازاي تدهوله لغاية ما الطفل ده يشد حلو يبدأ ينجهزه للعملية. تجهيز العملية زي ما قلت لك حسب الظروف اللي احنا قلناها ممكن في اول شهر وممكن الحالات الطبيعية او الكومن تايم اللي متفق عليه عالميا من 4 لـ6 شهور اول 4 شهور لـ6 شهور يبدأ مرحلة. هنا بقى ايه العملية هتتعمل نوعها ايه او يعني نوعها ايه يعني هل هي قفل الشفه بس أيوة. ولا شق الحلق الاثنين لو هنشتغل الاثنين مع بعض النظر ال- 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 الكلام ده عليه خلاف كبير كويس لانه ايه الخلاف انا في حالات بيعملوا الاثنين مع بعض طبعا اسمها كومبو ده كومبو دي مشهوره عندنا يمكن في عرفنا العمليتين مع بعض لو هي شفه ارنبيه مع شق الحلق ليها عوامل فشل كتيره شويه كويس يعني الشغل فيها بيبقى صعب. ليه؟ الجزء المنتصف هذا الفك العلوي اللي فيه شفة ناقصة وفيه شق حلقي الدموية اللي ماشية فيه ما هياش زي الطبيعي فبتبقى قليلة أساسا. فلما تيجي تشتغل انت بتفتح كل ده وبتعمل حاجة اسمها ديسكشن يعني انت بتبعد الأنسجة عن بعض عشان تقرب وتفتح لها من الجناب عشان تقربها في النص. تعال بقى انت اشتغلت بره وجوه احتمالية حدوث فشل جزئي او كلي اعلى. احتماليه وجود فشل جزئي ده مع المحترفين انا ما بتكلمش على اللي ما بيشتغلش. لا انا بتكلم على المحترفين مش على الهواه. المحترف ده بتحصل معاه المشكله دي عشان كده قللناها شويه ما قلناش طب مش هنقفل الحلق كامل هناخد حاجه يعني في حاجات كده جديده ويمكن عامل عليها بحث واتنشر بره اللي هو الفومر فلاب او حاجه بتتقفل من جوه تقلل فتحه شق الحلق لكن الشفه الانبيه هتتقفل تتقفل دي ما فيهاش كلام دي الاول. لكن الطبيعي الطبيعي اللي هو الكومن قوي يعني اللي بتشتغل شفه ارنبيه الاربع شهور 9 شهور تبدا من 9 شهور تبدا من لاقل شهور. من 18 شهر تعمل شق الحلق كويس لاسباب كثيره علميا لا داعي للخوض فيها لا ما هناخد وقت هناخد وقت والكلام ده. طيب ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل بعد اجراء عمليه الشفه الارنبيه او سقف الحلق؟ هي كتيرة جدا بس لو لخصناها لو لخصناها لا هنقول اقواها لان هو كلهم بيبقى فيهم جرح شكل الشفه واحده عاليه واحده واطيه الحته الحمراء اللي هي اللون الاحمر مع اللون الابيض الخلقه ربنا اللي هي الشفه المرسومه دي من الصعب جدا انك تحصل عليها مع طفل الشفه الارنبيه الا بعد فترات كتيرة من العلاج يتدخل حتى فيها الليزر بعدين وتدخل فيها حاجه اسمها تجميل الجروح وتجميل الندبات والسيليكون قصة كبيرة. لكن في الأول خالص أخطر حاجة أن الشفة تفتح تاني أن يحصل أن الجراح مثلا حصل فيه التهابات أو حصل فيه تلوث للجرح يروح فاتح. وهنا بيعتمد برضو أيضا على جزء من الوعي الأسرة كمان جزء كبير
كبير من وعي الاسره. كبير ده احنا بنقعد مع الام او الاب ده بالساعات عشان بالساعات مدى خطوره اي اهمال او قواعد او الاسماء نصايح اللي بنديها له. بندي له كتاب من بقول محاضرة صغير اربع صفحات كده عشان إيه؟ ياكل ايه ويشرب ايه وامتى يفك وامتى ما يفكش وامتى لو حصل كذا نعمل كذا ده بالنوع الاكل اللي ياكله ونوع الشرب اللي بيشربه على لغايه ما الجرح يقفل. فده ما فيهوش كلام طبعا. شق الحلق كمان اكتر شويه النصايح اكتر شويه، لكن حضرتك نبهت للاسره. الاسره عليها اكتر من 60% مش 50% لحد امتى في نجاح. لا ده في الاول العمليه. ده في اول العمليه. بعد كده بعد كده الاب والام دول أيوة دور الاسره بقى لحد ما الطفل يكبر و17 18 سنه. الاسره هي متابعه جراح التجميل اينما كان واينما وجد. بمعنى ايوه ان ايه يا دكتور المرحله اللي بعد كده؟ مفيش حاجه اسمها عملت ومشيت. لان بيحصل ضمور في الفك طبيعي مع شق الحلق وبعض حالات الشفه الارنبيه اللي هي الكامله او جراح التجميل. ده اللي بنعمله احنا بنعمل فايلات. بيقعد العيان معانا زي ما قلت لك قبل الحلقه 18 ل 21 سنه سنه. ايوه يفضل معاك كل كام سنه ليه حاجه. فبدايه انت قفلت الشفه وقفلت الحلق، بعد كده هنقول له هتروح للسبيتش ثيرابي او اللي هم اسمهم التخاطب. بعد التخاطب عند سن نبدا من سن 5 من 6 سنين لسبع سنين او من 7 ل 8 سنين يعمل حاجه اسمها تقويم الاسنان، بس مش التقويم اللي في دماغ الناس خالص. التقويم التقويم الثاني فتح الفك العلوي. يعني في وده بدون عمليه بس بيعمله ده طبيب اسنان مختص برضه. مش انا اللي بعمله، جراح الوجه والفكين في طب طبعه الاسنان. معينه ويروح مركب زي مباعد جوه بيبعد الفك عشان يفتح. بيبقى زي سلك كده بيسحب ما بين هنا وما بين ما بين هنا وما بين بيفتح الاثنين دول وبنتابع كلنا مع بعض. كويس. اللي بعد كده تيجي عند من 8 ل 9 سنين بتعمل عمليه حاجه اسمها ترقيع عظمي. يعني بتاخد عظم من الحوض ونكسره كده ونحطه ما بين السنان، وخاصه الناب هنا والناب هنا، دول مش هيطلعوا لان هو دول مكان شق الحلق. اذا كان ناحيتين، اذا كان ناحيه واحده فلازم هتحط هنا، لكن لما تاخد صوره بالاشعه هتلاقي المكان ده فاضي. فلازم تحط عظم، العظم ده بيحصل له نمو وهو فيه ستيم سيلز او خلايا جذعيه بتبدا تكون الفك عشان طبيب الاسنان برضه يحافظ على وضع الاسنان وقفله البق اللي هي اللي اسمها اكلوجن او بنسميها العضه. العضه الصحيحه. اللي ما تبقاش موجوده من البدايه. ما تبقاش موجوده. فبيعملها ده عشان يبدا مراحله الثانيه اللي هي التقويم. تقويم يعني تقويم السنان الاسنان. لكن التقويم الفك دي ده جزء وده جزء. ده جزء وده جزء. مش طالع اسنان، تقويم الفك يبقى عظام الفك. بيشتغل على عظام الفك عشان يعيدها. زي ده، الاثنين شغالين مع بعض. فده برضو في الاسنان بنعتمد عليهم في مراحل معينه، بعد سن من 7 سنين يبدا يتدخل معانا بجديه. طبعا قبل كده بيشتغل معانا في ايه؟ اي عنايه بالاسنان اثناء متابعه المريض هامه جدا اكتر من الطفل العادي، اذا كان الطفل العادي مهتم جدا باسنانه. لان ده بيشوه الفك برضه لو انت اهملته، فما بالك بالطفل المصاب بالشفه الانبيه او شق الحلق. فاذا هنا برضه متابعه طبيب الاسنان مهمه جدا عشان الاسنان تخرج بسلام، يعني تطلع بصوره جيده ما فيهاش اي مشاكل، لانك هتعتمد عليها بعد كده في انك هتفتح الفك شويه، هتقفل بيها السنان ازاي، هتعمل تقويم ازاي، والسن اصلا مش هيلسي، لازم تبقى صحيحه. فعشان كده المتابعه الطبيب عشان كده اي خلل يا دكتور احمد في هذه العمليه كاجراء كلي من مجموعه من الاطباء المحترفين، اي خلل بيؤثر على نجاح العمليه فيما بعد. هو تيم اذا نجح اي التيم واحد قصر بيحصل خلل في جزء من العمليه. اذا الجميع اتفق واجتهد وكان هي ليست عمليه شخص واحد. وده دايما اللي باكد عليه في مثل هذه العمليات يا دكتور احمد، انه في بعض العمليات في الطب هي عمليات مركبه، يعني بيوجد فيها اكثر من تخصص. والتخصصات دي لازم كلها تكون مكمله لبعضها البعض. هو فريق زي الكوره كده. صحيح. هو فريق اعتماده كله على بعضه في النهايه لايصال الى نجاح معين. شغله ان انا ايه وان مان شو دي ما ارجو من زمايلنا ومن الناس يعني اللي سامعيننا تنتهي على خير، لان احنا بره ما فيش حاجه اسمها وان مان شو. بمناسبه احنا بنقول دي الكلام ده دلوقتي، التيم بيبقى فيه 18 متخصص. يعني حتى يعني تركيب سن الابره واحد، مش عارفه اللي هيدي حاجه بدايه البنج واحد، اللي هيبنج تاني واحد، اللي هيصحي واحد تاني، الجراح بيشتغل حاجه معينه، بتاع الاسنان بيشتغل، يعني تلاقي تيم متكامل. عشان كده انت ما تحسش بانك مقصر ما دام اديت وظيفتك. ما تقدرش، ربنا لما خلقنا خلق كل واحد زي ما بقول لك ميسر لما خلق له، ما تقدرش تعمل كل حاجه وتقول انا
الفريد من نوعي. يمكن الكلام ده حصل من 50 أو 60 سنة لما كانش التخصصات كلها موجودة. حاليا جوه التخصص، جوه التخصص نفسه في فروع كثيرة كثيرة من التخصصات، وده على فكرة ده موجود من زمان يا دكتور أحمد، المفروض في أوروبا من زمان كان أوروبا بدأها طبعا عشان من بدري أكتر أوروبا مننا. وأمريكا بدأ في اسمها السوبر سبيشاليتي. يعني سوبر سبيشاليتي يعني انت جراح تجميل، ايوه تجميل ايه، تجميل ايه بقى حدد بقى انت تجميل فين، مش تجميل مش تجميل وخلاص، مش كله مش كله، تخيل انت هنا بقى يقول لك جراح يبقى بتاع كله، لا جراحه عام ده بيشتغل كل حاجه، كل تحديدا حرفيا بيشتغل كل حاجه. دكتور احمد، بمناسبه بره والخبره اللي بره، هل سبب وجود القوافل الطبيه اللي بتبقى موجوده داخل مصر ودايما بيبقى داخل الفريق العلاجي مجموعه من الاطباء، يعني بنقول ويطلق كده عقده الخواجه فكره خبير جاي لنا، فاكرينه خبير الخبير جاي، هل فعلا الخبير ده بيبقى جاي لان احنا ما عندناش خبراء، ولا الخبير ده جاي كجزء من عمليه مساعده داخل الفريق؟ سؤالك ده ممتاز، واحنا طبعا بنتعرض للسؤال ده يمكن من المرضى، فالمرضى حتى لما بيبداوا يتعاملوا معانا ويعرفوا القوافل الطبيه دي، اما بيشوفوا ان احنا ممكن يلاقي الجراح المصري هو اللي بيشتغل والاجنبي هو اللي بيكشف، يعني مش فارقه. المشكله في ايه بقى؟ انه مش فاهم انها دي منظومه تعاونيه، تعاون دولي. يعني انا مش معنى ان انا جبت امريكاني وانجليزي اشتغل معايا يبقى انا عندي او في نقص معين او هو الخبير، لا، هو القصه كلها هي تعاون دولي. يعني انا بسافر برضه، يعني انا بروح اشتغل برضه، يعني بتبقى خبير برضه، ببقى خبير بره برضه بتعامل نفس التعامل يعني واحد انا يمكن اقل واحد يمكن اشتغل بره، يمكن هتلاقيني رحت 7-8 دول ما بين من اول اسيا لغايه امريكا الجنوبيه، هتلاقي الفلبين رحت واشتغلت فيها، والصين، ورحت المغرب العربي ودول عربيه يعني، ومنهم الاردن كمان موجوده فيها الجمعيات دي. فاقصد القصد هنا، وفي في روسيا كمان حتى جمعياتنا هي نفس الجمعيه لها فرع كده، انه كله بيشتغل في اي مكان. فهنا موجود وجود الخبير، ليس خبير، هو ليس خبير، هو متعاون، تعاون فقط، هو تعاون دولي طبي ما بين مجموعه من الاطباء لخدمه المرضى. والحاجه الاحلى من كده ان هي تبادل الخبرات هنا، اولا واخيرا المستفيد فيها الاعظم هو المريض. المريض يعني احنا بنقعد نعمل حاجه اسمها نقاش حوالين الحالات اللي شفناها مثلا في السكريننج داي اللي هو اليوم اللي بنكشف فيه. طبعا ده الكشف ممكن يوصل مجانا، مجانا بعلاجه، بعلاجه باقامته بتحاليله، كويس، تجرى العمليه بالاقامه بالكشف بالمتابعه بتحاليلها بالعلاج بالتحاليل بكل شيء، لا يتحمل المريض تكلفه. شوف الاحلى بقى من كده والاعظم ان المريض ده بيخش في فايل على الكمبيوتر ويفضل متابعين معاه، لو ما اتصلش التيم بيتصل بيه شهريا تقريبا او كل شهرين حسب ما بنفهمه امتى يتصل بالمريض يكمل العمليات ويبعت لنا صوره لو ما قدرش يجي. يعني في كورونا دي احنا ما كناش بنقدر نعمل متابعه، نعمل ايه؟ يبقى يتصلوا الولاد بالمرضى يصوروا البيبي ويبعته لنا وتجينا احنا الصور والاوراق جاهزه طبعا من التيم بتاعنا، واحنا نكتب العيان ده محتاج، لا العيان ده كويس، لا ده يجي في السكريننج اللي جاي اللي احنا هنبداه ان شاء الله في شهر 12 بعد الازمه اللي احنا مرينا بيها ان شاء الله باذن الله. المهم ان هو لا يترك، حتى لو هو سابنا احنا ما نسيبوش، بيتحط خلاص هو محطوط عندك وبياخد رقمه وبيتحط بصورته على الكمبيوتر والمتابعه، ويتابع الى ان يصبح النتيجه نتيجه إلى جيده، الى ان نقول يعني الى ان يتزوج كويس. لانه زي ما حضرتك قلت في البدايه وذكرت انه مش عشان عمليه مجانيه انه خلاص عملنا العمليه وخلاص، هي عمليه مجانيه، وايضا الفريق المتابع لها اعلى من انها مجانيه. يعني انت بتشتغل، ما احنا بنشتغل في الجامعه مجاني بس انا مش بتصل بالمرضى يعني او ما عندناش السيستم ده كويس، لكن هي بصراحه منظومه متكامله. من يشرف على هذه المنظومه المتكامله ماديا وطبيا؟ دوليه يعني في جزء بتشارك فيه في امريكا، هو المقر بتاعها امريكا طبعا، وبتشارك فيه الصين ما فيها يعني راجل بيزنس مان عالي جدا تقريبا، هو بيمول كمان كمان. هي دوليه بمعنى ان حضرتك ممكن يعني انت لو دخلت على النت هيقول لك يعني فور دونيشن، يعني لو قدرت تتبرع. التبرعات بتيجي من كله، يعني في شركات ادويه كبيره جدا وشركات اجهزه طبيه بتتبرع باجهزه او بملايين وبملايين ملايين الدولارات، لان انتاجها باين. يعني انت بتشوف الطفل شكله ايه وبقى ايه، والجراح لا بياخد فلوس ولا التمريض بياخد فلوس ولا حتى مفيش بياخد، لا احنا ما عندناش خالص. هي اسمها فولنتير، هي اسمها كده، عايز تشتغل عايز مش عايز، حر
يا عمل لله بقى تطوعي سميه زي ما تسميه، بس هو ساب خبره عمل لله كل حاجه، بس هو لكن كل حاجه ما عدا الماديات. يعني ممكن تسافر على حساب المنظومه دي او المنظمه، ممكن اقامه، ممكن بس حتى اكل شرب مش عارفه لبسك هدومك، مفيش فلوس مفيش حاجه خالص. انت كل اللي بتعمله انك بتؤدي خدمه، بس اللي محدش يعرفه ان هو اي حد بيؤدي الخدمه دي بيجد سعاده نفسيه جواه لا يشعر بيها ابدا في اي حاجه بعد ما يشوف النتيجه، ولا قبل ولا بعد ولا قبل. هو شغال وهو شغال في التيم نفسه بيحس براحه نفسيه غير عاديه، كانه بيقدم شيء ما انا كانك بتحج مثلا، بتعمل عمره حاجه زي كده، ويمكن حاجه نفسيه اعلى كمان. اقول لك اكتر من كده، والجانب الخدمي دايما دايما ايوه الجانب الخدمي وما فيش شو يعني انت ما انتش عشان يتقال عليك، ما هو ما حدش يعرف يعني، هي كلها ما بينك وحتى لما بنقولها عشان الناس تعرف بنقولها لخدمه حالات اكبر من الناس. انت بتقولها عشان تجيب المرضى، عشان تجيب المرضى اللي ما تقدرش تعمل العمليات دي ماديا، انت بتجيبها تخدمها. عشان كده تلاقي اكتر شغلنا كله احنا بنشتغل في القرى والنجوع والاماكن اللي ما فيهاش فيها شغل، والدول الفقيره برضو. يعني انت عندك افريقيا كلها متغطيه بسفرنا فيها، يعني لا تلاقي الناس اللي سافرت زامبيا ومدغشقر واثيوبيا وبنعمل العمليات ونمشي ونرجع. وفرضه هناك في تيم بيتابع وبيبلغنا كله، يعني هي منظومه كامله كبيرة. متكامله كأن الجامعه واحده بس متفرقه في العالم. متفرقه لما رحت الفلبين، طب انا شفت حالات الفلبين جات لي لما انا يعني نتائجها صورها، لو عايز تبعت تقول الرقم، انا عملت مثلا 10 عمليات 20 عمليه يوما خلاص تبعت لك اللي انت عملت رقم كام كذا كذا عشان انا بصور. في المغرب اول ما جيت على طول الزملاء هناك بعتوا لي صور الحالات اللي عملتها اللي هي بعد العمليه. يعني مش تعاون بس، انت كمان بتجد سعاده زي ما انت قلت لما بتشوف النتيجه، لكن اثناء العمل بيبقى في سعاده كبيره جدا. كويس، لو حد بقى حابب ان هو يتواصل لاجراء هذه الجراحه المجانيه، هو يكتب بس على على اي موقع تواصل، وخاصه موقع تواصل زي الفيسبوك ده. كويس، يكتب ايه؟ يكتب عمليات تجميل الشفة او عمليه جمعيه الابتسامه، هي شوف اسمها حلو جدا، جمعيه الابتسام سمايل اوبريشن عشان الناس تبتسم. سمايل مش الناس مش المريض بس، واهل المريض واهل المريض، ما هو الاثنين بيعانوا يا دكتور احمد في عمليات كده، بيبقى الام نفسها يعني تشوف الطفل بشكل ما وفجاه بتلاقي انه الشكل ده مش موجود، وفي وسط الاطفال شوف التعامل مع الاطفال الثانيه. احنا عشان كده بنبدا بدري ليه، وكله بنشتغل وكله بدري عشان نحاول نوصل للشكل المقبول اللي ما يصيبش الطفل باصابات نفسيه اثناء تعامله مع الاطفال اللي زيه، وخاصه قبل سن المدرسه. خلينا ناخد بقى من النقطه دي سؤال مهم جدا، ماذا يحدث إذا تأخر الإجراء الطبي في مثل هذه العمليات؟ الخطر فيها جدا إن هو التغذية مش هتبقى سليمة. كويس، ده في الشفة. تعال بقى في شق الحل، قول ولا حرج. لا في الشفة خلاص، الشق الجمالي يعني يمكن. لا مش جمالي، هي وظيفة. احنا قلنا عليها صمام. الشق الجمالي والشق يعني لو الوظيفي قدر يعمل حاجة اسمها كومبنسيشن، يعني يحاول بأي طريقة كل شرب، لأن في ناس كبيرة ما عملتهاش. لكن شق الحال لا، شق الحال معناه مرض شديد دائما بالالتهابات الحلق والاذن الوسطى والاذن الداخليه تؤدي الى فقدان السمع. ليه؟ هو شق الحال ده مفتوح على ايه؟ على سقف على ارضيه الانف. ارضيه الانف فيها ستوكيون تيوب اللي جاي من الاذن، ستوكيون تيوب، قناه ستوكيون هي اسمها، ملهاش ترجمه. القناه دي في الاطفال، القناه الموصله في الاطفال ماشيه كده، احنا عندنا ماشيه بميل. فانا وانت لما يجي لنا برد صعب يعني ودنا توجعنا، الطفل مجرد ما يجي له برد بعد ساعه بالظبط يقول لك ودني، لان خلاص ستوكيون تيوب قصيره وكمان في اتجاه عدل، فتاخد من الانف. تخيل واحد زي ده الاكل ممكن يوصل لغايه ودني، الريجابيتيشن او الاكل او عطسه وهو بياكل، ما هو مفتوح السقف الحلق، تطلع الاكل ده لغايه ما يوصل للستيكن تيوب، معنى كده انه ممكن يوصل للاذن الداخليه والوسطى، يقفلها. ده هم ثلاث عضمات صغيرين زي ما انت عارف، شويه التهاب يفقد السمع. دي حاجه يعني دي كومن. الحاجه اللي بعدها مفيش كلام. طب دي تبقى موجوده يعني، في ناس فعلا بتتاخر وما بتعملش العمليه، يعني واجهتوا حالات زي دي؟ صعب جدا يعني، معمول وفاشله يعني، مثلا بدل الفتحه كلها بقت فيها فتحه صغيره. بعض الاحيان بيلجأوا الى استكمال. دي برضو يمكن من عيوب عمليات الشق الحلق بالذات، مش الشفه كمان، ان الاعاده فيها عالي شويه. يعني ايه الاعاده؟ يعني ممكن تعمل مره واثنين وثلاثه.
عشان بيبقى عشان ما حصلش اغلاق كامل. اغلاق كامل او حصل اهمال زي ما انت قلت كده، مثلا اكل وشرب الحاجات دي بندي بيها نصايح. اي اهمال في نصائح الطبيب اول اسبوع الجرح سهل جدا يفتح يعني جوه البق، فشيء مبلول على طول، فلازم لها عنايه معينه واكل معين. الاكلات حاجات شرب بس، حاجات ناعمه، كل النصايح دي بتتقلل لام الطفل او لوالده في اول اسبوع ل 15 يوم عشان الجرح يقفل كويس. اي اهمال فيه ممكن يفتح. طب ممكن يفتح من غير اهمال ولا حاجه؟ ممكن، ودي في حالات كتيره قد يرجع سببها لحاجتين. دي من المضاعفات، سبب تكنيشن الطبيب مثلا اللي هو العمل ما عملش العمليه كويس، او وده والاغلب بقى منه ان يكون الفتحه واسعه، لان شق الحلق مش دايما الناس فاهمه انه خط ومفتوح وخلاص، لا ده ممكن يبقى 2 مللي، ممكن يبقى 5 مللي، ممكن يصل لسنتي. سنتي عشان تحرك انسجه وتقفل بيها سنتي يعني 10 مللي، عمليه صعبه جدا ومخيفه للجراح، ان هو يحصل انقطاع للدوره الدمويه في اللحم اللي انت بتقفل بيه. صح؟ فده مهم، ده اللي هو اللي مسميه نكروزس او ديهيسنس. ده معناه انك انت لازم الشريان اللي بيغذي الحته اللحمه اللي انت بتقفل بيها دي يكون متواجد وشايفه بعينك طول ما انت شغال. يبقى اذا الشغل هنا ايه؟ صعب جدا وفي مكان ضيق، انت فاتح البق ودقيق جدا والاته الات معينه، يعني انت بتحرك الانسجه ليها طريقه معينه، اي عفانيه اي استعجال خلاص العمليه ضاعت منك. اي عدم خبره؟ عدم خبره ده يعني اي عدم استمراريه على طول من غير اي عدم بالزبط. استمراريه نعم. بشكل دائم ومستمر في مثل اجراء هذه الجراحات صحيح. الدقيقه صحيح. بيؤثر على المريض على نتيجه العمليه، ونتيجه العمليه معنى كده ان هي تنعكس على المريض واهله، وبدل ما يعمل مره يعمل اثنين، وبدل ما يعمل اثنين يعمل ثلاثه. كمان نسيت اقول لك ان في حالات بتتعمل على مراحل برضه، يعني مش كل شق حلق يتقفل من مره واحده. ايه بقى المراحل؟ المراحل معنى انك تقفل جزء الخلفي ولا الامامي الاول، ودي عليها نظريات برضه. اللي بنشوفه الافضل للعيان ايه ونعمله. طب خلاص خلينا ناخدها يا دكتور احمد كده عشان وقت الحلقه قرب على الانتهاء. وقت الحلقه ممكن انا لسه يعني ممكن نتكلم مرات اكثر. احنا حاولنا نفتح الموضوع بشكل عام كده بجزء من النصايح وجزء من طرق الاختيار للطبيب، لان ده شيء مهم جدا جدا جدا. اعتقد انه في بعض الناس بتروح لمتخصصين ولكن غير متخصصين بهذه الدقه في مثل اجراء هذه الجراحات، وبيحصل بعد كده مشكلات يلجأوا للمتخصصين. وزي ما حضرتك قلت ان الفرصه الاولى هي الفرصه الذهبيه، الفرصه الثانيه بتبقى الفرصه الفضيه، وفي احيانا بتكون فرصه فالص اصلا ما بتنفعش لا فضيه ولا ذهبيه. خلينا نقول ايه هي المراحل لو اللي بناخدها لاجراء مثل عمليات شق الحلق. شق الحلق بيتقفل اغلبه في اول مرحله، وفي جزء الامامي غالبا هو اللي بيتساب عن قصد وغير قصد. يعني عن قصد وغير قصد؟ عن قصد يعني انت عايزه ده النمو يكتمل بسهوله، وانك انت محتاج تحط فيه زي ما انا قلنا في الاول خالص عظام رقع عظميه في الجزء ده عشان ينمو عليها الفك وتطلع منها السنه اللي هي الناب كنايف. الجزء الخلفي هو اللي بيتقفل اهم في الاول، عشان مسؤول عن ايه؟ الكلام وعن حتى ارتجاع الاكل والكلام ده بيرجع من ورا اكتر، من قدام بينزل بيطلع على الانف بس. فيبقى اذا لو عايز تعمل مراحل يبقى بتعمل الجزء الخلفي، وبعد كده الجزء الامامي ده ممكن نسيبه لفتره طويله جدا تصل الى سن 6 أو 7 سنين، وبالمره يتقفل ويتحط له ايه؟ رقعة عظمية عشان الاسنان. كويس، ده الجزء الاولاني. ده اسمها المراحل، دي مراحل البلد. طيب مراحل لسه الفك نفسه، في مراحل جدا متعرضه للاسنان وعملية فتح الفك العلوي، ثم التقويم، ثم الرقعة العظمية، ثم ما ترتب عليه. إيه اللي ما ترتب عليه في ثانية كده؟ أيوة، عشان هو أصلاً باقي تشوه الأنف. يس، الأنف بتتشوه مع الكليفت ليب أو بلد. كويس، خلاص الليب أكتر يعني. ماشي، ليه؟ ليه؟ لأن الاتنين دول بينزلوا من 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 مكان خلقي واحد. فاكر الإمبريولوجي اللي هو عملية تكوين الجنين؟ دول بينزلوا مع بعض اللي هم ماكسيلر بروسيس، والنيزو فرونتال بروسيس بتنزل لوحدها، بتنزل من فوق، ويجتمعوا كلهم ويقفلوا عند الشفه ويكونوا كل حاجه، العظام والشفه. لما بيحصل خلل في الشفه في النص يبقى الانف مرتبطه بيه. هي فرونتو نيزل اسمها كده، فرونتو نيزل بروسيس. المكان ده هو اللي بيتخلق مع الطفل، فبيبقى فيه ضمور في الانف في حاجات كتيره، في الغضاريف
وفي الحاجز الانف، فتلاقي الانف متفوسه كده كويس، عشان كده بعض الاحيان ومايله كده حسب بقى الى كمان فلازم الانف تتعمل، الانف والاذن كمان والحنجره في الجزئيه دي. لا انف واذن حنجره، الانف واذن بس، الانف ولا انف ولا اذن ليه؟ خالص، سنه هنا جراح تجميل فقط، ما بيشتغلش معاه. لا جراح التجميل هنا بيشتغل يعني بيشتغلش تجميل معاه. الانف هنا تجميل الانف يعني بيشتغلش معاه انف واذن، ما بيحتاجوش غالبا الا في الحالات اسمها التربنت، التربنت يعني الغضاريف، وغالبا ما بنعملهاش، ما بيبقى فيها مشكله في الغضاريف فبيحتاج الانف لا والاذن. الغضاريف دي اسمها التربنت، الغضاريف بتاعت التنفس كويس، لكن شغله كله تجميل يعني ما اقدرش انف واذن مع احترامي ليه ملوش علاقه بيها. امال ليه بيشتغلوا معاه؟ لا هو ما بيشتغلش معانا يعني ما بيبقاش فيها انف لا واذن؟ انف واذن بيشتغل معانا في موضوع التربنت بس الاذن، ما بيشتغلش لما بيحصل مشكله مع الشق الحلقي في حالات لو في مشكله في الساينس اللي هي اسمها الجيوب الانفيه، لكن الانف دي بتكونها بيبقى شغلها جمالي يعني تجميلي فقط، يعني تحط فيها غضروف انت اللي تحط تجميل، اللي بيحط مش جراح تجميل، مش جراح الانف واذن، الحاجز الانفي وفتحته ورفع والغضاريف اللي بتتحط طبعا هم دخلوا فيها، لكن هي شغله شغل بلاستيك تجميل سيرجري خالص. كويس، في نهاية الفقرة أو نهاية الحلقة إيه النصيحة اللي دكتور أحمد يحب يوجهها للسادة المشاهدين، ونصيحة أيضا للسادة الأطباء اللي ممكن يكونوا واحد اتنين بيشتغلوا تلاتة للمين للأول احنا نخلينا في الايه في المرضى او في المرافقين بتوعهم او الامهات، اهتم جدا بالحمل، ومفيش حاجة اسمها بركة وتمشي كده الاكل وشرب بمزاجها، لا لازم في طبيب نساء متخصص تتابع معاه اول باول، وخاصة نظام التغذية. كمان مهم جدا نعرف ان لو في اي عيوب خلقية او في تشوهات خلقية في العيلة يبقى المتابعة اشد اكثر اكثر شوية. تعالى للتانية الذهاب الى الطبيب المختص، وده بيبقى يتم عن طريق السؤال، ما خاب من استشار، ممكن تسأل دكتور الاطفال، ممكن تسأل حد ليه علاقة بالطب يقول لها مين اللي بيشتغل الحالات دي، فاحنا قلنا اهو دلوقتي جراح تجميل تبدأه. الحاجة التالتة ان الاطفال اللي هم اللي عندهم شفاء نبي او حلق محتاجين رعاية غير عادية من الاهل، يعني كأنه انا اسف في الكلمة هو مش معوق بس لازم يهتموا بيه جدا، لانه ده طفل طبيعي ممكن يطلع دكتور وممكن يطلع مهندس ويطلع وزير وحاجات، وفي ممثل عنده كليفت لب اكيد انتوا شفتوه وعارفينه، عشان كده انا سالت في الجزئيه دي، وفي معانا دكاتره مع في وفي دكتور عندي من التلامذتي عنده شفاء عادي جدا يعني ما هوش معوق، فالاهل لازم يتعاملوا معاه على انه انسان طبيعي. تمام بعد كده ايه المتابعة الطويلة، يعني ما يمشوش إلا لما الدكتور يقول لهم كده خلاص ده خلص آخر حاجة، وزي ما احنا قلنا آخر كلمة في الأنف تشوه الأنف ده ممكن يتعمل له عند سن 18 16 سن 18 سنة، يبقى إذا يبقى المتابعة من يوم واحد في الولادة أيوه لغاية 18 زي ما قلنا في أول حلقة ال 21 سنة أول ما يخش الثانوية أيوه يعمل بقى الأنف ليه يظبطها تظبيط كويس ليه، عشان لو اتعملت بدري عن كده أثناء النمو ممكن الأنف تعوج تاني فيبقوا توقف النمو، يعني بلغ البلوغ سن البلوغ هو سن 18 سنه فبتعمل فيه اكمال النمو، اكتمال النمو عند الشخص من سن 18، البنات 14 الولاد 16 بتختلف كمان دكتور احمد منهم سنتين زياده بس زي ما انت قلت بتختلف بتختلف، لان احنا بنقعد مع المريض ساعات نقول له لا انت 18 انت 20 دلوقتي خلاص حسب صحته على حسب التكوين البنياني بتاعه على حسب لزمايلنا الاطباء، ارجو انك تسيب فرصه للمختص يعمل اللازم، وكلنا لينا اولاد ولينا اخوات ولينا اب وام، فما نعرفش مين اللي هيصيبنا او ايه اللي هيصيبنا، يعني ما تفكرش دايما انك انت اللي بتعمله ممكن ما يتردش، لا يترد هيترد لك، فالكلمه دي مهمه جدا يترد لك، يبقى اذا صعبه لو ابنك عنده كليفت لب وانت جراح بس عام مثلا او جراح عظام او وعالمي هترضى تعمله ولا هتوديك جراح تجميل؟ هيقول لك هوديك جراح تجميل، لا وهيدور على افضل جراح تجميل متخصص في الجزئيه دي. ما تعامل به ما تحبه لنفسك حبه لغيرك. الاستاذ الدكتور احمد طه استاذ جراحه تجميل كليه طب جامعه الازهر القاهره وعضو جمعيه جراحه التجميل العربيه والاوروبيه، بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا. اهلا بيك، شكرا في كل مكان، بشكركم لحسن المتابعه، والى ان التقي بكم مره اخرى لكم مني كل التحيه والتقدير، انا خالد صقر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.